السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو المذاق اللذيذ الذي يمتاز به البطيخ الأصفر، ولكن ما قد يلفت انتباهك أكثر هي الفوائد المذهلة التي يقدمها للجسم المتمثلة فيما يلي: أولاً، تنظيم مستويات السكر. لعل أبرز الفوائد التي يمتاز بها البطيخ الأصفر هي اعتدال مؤشره الجلايسيمي، بل ومن خلال أليافه الغذائية فهو يدعم انتظام معدلات جليكوز الدم. ثانياً، منع ارتفاع ضغط الدم. يحفز البوتاسيوم الذي تحتوي عليه الفاكهة عمليات التخلص من فائض عنصر الصوديوم في الجسم، الشيء الذي يدعم سلامة جهاز الدوران من خلال منع ارتفاع ضغط الدم. ثالثاً، الوقاية من الأورام. من الفوائد المهمة الأخرى التي يمتاز بها البطيخ هو إمداد الجسم بالبيتاكاروتين، الشيء الذي يحمي الخلايا من أضرار الشوارد الحرة التي تسبب الأورام الخبيثة. رابعاً، تعزيز صحة البشرة. يشتهر الغذاء بوفرته على مستوى حمض الأسكوربيك الذي يدعم إنتاج الكولاجين المفيد لليونة البشرة، في حين باحتوائه على كميات مهمة من الماء فهو يعزز رطوبة الأخيرة. خامساً، دعم سلامة الحامل والجنين. يمد البطيخ الأصفر الحامل بعناصر غذائية مهمة شأن الفيتامين سي المعزز لوظائف جهاز المناعة، في حين بتوفيره للفولات فهو يحفز النمو الصحي للجنين ويقيه من التشوهات الخلقية. بعد أن تعرفت على الفوائد الرئيسية للغذاء، إليك الطريقة الصحية لتناوله. تتمثل الطريقة بكل بساطة في تناول 2 إلى 3 منه، أي حوالي 100 غرام خلال حصة واحدة في اليوم، وذلك وفق الطريقة التي شرحناها في الفيديو الذي تركنا رابطه في صندوق الوصف. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول البطيخ الأصفر، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.